سلام دراري، لاباس عليكم. اول حاجه مرحبا بكم في قناتكم مهدي ار اش ا. في هذا الفيديو غنكملوا السلسله اللي بدينا في الشابتر الاول دلاناليز 1 اللي كيهضر على لي سويت. بحيث في هذا الفيديو غنهضروا على لي سويت ادجاسانت وغنعرفوا كيفاش نتصرفوا معاهم. سو يلا نشوفوا شنو مخبينا الفيديو. واجدين يلا نبداو. اليوم غنشوفو لي سويت ادجاسانت. تعريف كيقول لينا بلي دو سويت يو ان اف في ان سون ديت ادجاسانت سي سولمون سي خصها تحقق لنا ثلاثه الشروط. الشرط الاول هو يو ان خصها تكون كرواسونت، اف في ان خصها تكون ديكرواسونت. الشرط الثاني هو كلكو سوا ان سوبيريور او ايغال ا زيرو اون يو ان انفيريور او ايغال ا في ان. ليميت ديال ان طونفير بلس لانفين ديال في ان موان يو ان كتساوي لنا زيرو. كنقول واحد القضيه باللي راه واخا تكون عندنا هنايا ليميت ديال ديال يو ان موان في ان كتساوي لنا زيرو، راه ماشي مشكل. راه حيت الا ضربنا هنايا الموان وضربنا هنا الموان تبقى لنا زيرو زيرو. عندنا واحد البروبريتي ديال ليميت. شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا باللي ليميت ديال يو ان، مثلا ليميت ديال يو ان هذه غير غنزيدها، ها هي ليميت ديال يو ان ان طونفير بلس لانفيني مثلا ديال يو ان كتساوي لنا واحد ال. تيقول لك باللي راه تقدر تقول باللي هاديك شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا باللي ليميت ديال ان طونفير بلس لانفيني ديال موان يو ان كتساوي لنا موان ال. الا ضربنا هنا في موان تنضربو هنا في موان، ولكن هنا ماشي مشكل. الا ضربنا هنا في موان راه تبقى لنا موان زيرو هي زيرو، يعني بجوجهم حتى الانفيرس ديالها هي غتكون تتساوي نفس الليميت اللي هو الزيرو. المهم ما علينا، اللي ركز عليه عندي جوج حوايج غنركز عليهم ضروري. شنو عندنا باللي يو ان؟ انا في التعريف هذا باش الا لقيتي في شي بلاصه اخرى ماشي بحال هكا راه خص غير يكون نفس المعنى. شنو نقول لك؟ باللي راه ماشي ضروري تلقى يو ان راه كرواسون، راه تقدر تلقاها مقلوبه. تقدر تلقى شي تعريف ولا تلقى في شي تمرين خدامين في ان ويو ان، ولكن في ان اللي كرواسون ويو ان اللي ديكرواسون ماشي مشكل. غير هو اللي غنقول لك باللي لا تقلبوا هادو تيتقلبوا حتى هادو. دابا مثلا كانت عندنا في ان اللي كرواسون ويو ان اللي كرواسون، غتكون لنا كيلكو سوا ان سوبيريور ايغال ا زيرو اون في ان انفيريور ايغال ا يو ان. انا نقول لك علاش. دابا مثلا انت قريتي التعريف عاودتي قريتي ولكن ما فهمتي حتى شي حاجه، غتقول لي كيفاش غنخدم بيه انا ما فاهموش؟ واخ انا نشرح لك غير بالرد. المهم اول حاجه غنبداو بالرسم بياني اللي غيقول لنا كيفاش شنو بعد هاد لي سويت ادجاسون. عندنا مثلا هذا هنايا كيفاش يتغيروا هاد المتتاليات في هاد المعلم. عندنا تيتحسبوا الصور ديالهم ونحطوهم حنا هنايا. عندنا واحد ال اللي كتمشي ليه هذيك المتتاليه اي متتاليه راه كونفيرجونس. كاين عندنا متتاليه كونفيرجونس، كاين عندنا متتاليه لي ديفيرجون. حنا غنقولوا بلي هاد المتتاليات اتاسونت راه هما كونفيرجون، حيت عندنا واحد القاعده غنقولها لكم في الاخر على هاد المتتاليات ادجاسونت على الكونفيرجون ديالهم. المهم عندنا هنايا هاد ال هذا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا يقدر يكون هو الزيرو. المهم انا غير اختاريته هنا. عندنا في ان، في ان قلنا بلي هذيك كرواسونت ياك، ها هي في ان شيا. عندنا هادي هي يو ان، عندنا يو ان شنو كتقول شنو الاخر يو ان كرواسونت، يعني شنو يو ان جايه من هنا مثلا هكا جات حتى وصلت حتى لحدا ال وبقات تلعب. شنو غتقول لي انا؟ قلت لك بلي هاد يو ان ها هي هاد راه في ان اللي ديك كرواسونت وهادي يو ان. شنو تقول لي؟ تقول لي الميدي راه بلي هاد يو ان وفي ان كنشوفهم بلي كيطونفيرون نفس الليميت. كنقول لك بلي هادي قاعده خصك تاخذها ملي تشوف ملي تنستنتجو ملي تنخرجو بواحد التمرين كنخدمو. حنا دابا بحال غنسبقو شويه التعريف. ملي كنخدمو واحد التمرين وكنخرجو بلي هادوك لي سويت ديال داك التمرين اللي خدمنا ادجاسون، تيقول لك كونكلوري، تيقول لك دير لي الكونكلوزيون ديال التمرين هذا. تقول لي بلي هذيك يو ان وهذيك في ان ولا هذيك المتتاليات اللي كدرسهم في التمرين راه كونفيرج وفي كونفيرج كونفيرج لنفس الليميت. يعني هذه قاعده غتاخذها دابا، غتاخذ باللي راه دو سويت ادجاسونت يعني باللي هما كيطونفيرون نفس الليميت. وباش نبينو راه باللي هذيك لي سويت ادجاسونت خصني يكون عندنا، خاص تكون عندنا يو ان راه كرواسونت ومتتاليه فيهم تكون كرواسونت ومتتاليه الاخرى تكون ديك كرواسونت، وتكون يو ان راه صغر من في ان. خاص يو ان تكون صغر من في ان. علاش؟ حيت دابا مثلا كانت عندنا يو ان كرواسونت وفي ان ديك كرواسونت، يو ان خاصها تكون صغر من في ان. علاش؟ دابا الا كانت في ان يو ان صغيره كانت يو ان صغيره غتكون ديك كرواسونت باش تطلع لواحد الليميت، ولا كانت في ان كبيره غتكون ديك كرواسونت باش تهبط لواحد الليميت. هذيك يو ان كتطلع على هذيك الليميت وهذيك في ان كتهبط على هذيك الليميت. يعني شنو كنسنجو؟ كنسنجو باللي يو ان خاصها تكون صغيره وفي ان تكون كبيره باش بجوجهم كيهبطوا لنفس الليميت. تفاهمنا؟ هذه تفاهمنا عليها. هاد الليميت ديال في ان مو يو ان كتساوي لنا زيرو، حتى هي كتستنتج لنا باللي الليميت ديال في ان وراه كيساوي لنا الليميت ديال يو ان. يعني خاصك تاخذ معايا هاد القاعده. تفاهمنا؟ حاجه واحده اخرى شنو نقول لك؟
باللي لما كنتيش كتعرف باللي تبين راه باللي او ان كرواسون ولا في ان كرواسون ولا تبين واحد المتتاليه باللي هي كرواسون ولا دي كرواسون، غنخلي لك الفيديو هنايا اللي غيعلمك كيفاش تبين، يعطيك راه داير لكم تما جوج طرق كيفاش تبين راه باللي في ان، المهم تبين متتاليه راه كرواسون ولا دي كرواسون، تدير تعرف لو سونس دو فارياسيون ديالها. غنخلي لكم فيديو هنايا كما قلت لكم، ما علينا حيت هنا حيت في التمرين راه ماشي ضروري غيعطيك هو باللي هذيك راه هذيك اي ار كرواسون ولا هذيك في ان دي كرواسون، حيت التمرين ما يبقى ما تبقى في الخدمه حتى شي حاجه، ضروري هذا الشيء ضروري يعطيك تبين وعاد باش تخرج راه باللي ان ولا في ار راه سون ادجاسون، فهمنا. المهم دابا الدراري غندوزو للتطبيق باش تخرج ناضي وعارف كيفاش تطبق ان شاء الله. المهم ما علينا، ندوزو للتمرين. عندنا هذا التمرين هذا اللي غنخرجوا فاهمين به، غير هو خصك تفهم شنو كيفاش غادي نخدم معاك به باش حتى لقيتي شي تمارين بحال هادو تعرف كيفاش تخدم بهم، راه كيتبدلوا غير المتتاليات، اما الاسئله راه هما تقدر تبدل الطريقه ديال باش يتحط السؤال، ولكن راه هو هذا تيقول لك بين لي احسب لي يو ان بلس ام موان يو ان، وتيقول لك بين لي راه بلي هذوك لي سويت ادجاسون، تقدر تخشيك شي سؤال بيناتهم ولكن راه نفس الحاجه، راه داكشي اللي غديروه هنا بلا ما يسولك راه ولا هذاك، غير هو بعض المرات تيفرق لك الاسئله باش يعطيك يعطيك النقطة على كل وحدة فيهم، ولكن بعض المرات يجمع لك كل شيء في سؤال واحد باش نتايا عرفتي تجاوب عليه، راه غادي تاخذ نقطة كاملة، ما عرفتيش تجاوب عليه راه ما غاديش تاخذ نقطة كاملة. المهم علينا، هنا بحال مثلا قال لك مونتري كو يو ان، انا نشرح لك كيفاش، قال لك بحال مثلا قال لك مونتري كو يو ان بلس ان موا يو ان كتساوي لنا هذا الشيء، هنايا راه حيت ما عندكش هنا يو ان بلس ان، يعني غادي تحسب يو ان بلس ان، يعني انت غادي ضروري غادي تنقط على هذيك يو ان بلس ان، واخا هو ما قالش لك حسب لي انا اي ان بلس ان، عاد قال لك مونتري لي كو هادشي، فهمتي؟ يعني انت راه بعض المرات كدير شي حاجه في وسط واحد السؤال اللي واخا انت ما مسولش عليه غتاخذ عليه النقطه ديالو، تفهمنا؟ عندنا قال لك سوا يو ان يو ان في ان دو سويت تيل كو، عندنا يو ان هي هادي كيما قلت لكم وفي ان هي هادي، قال لك مونتري كو يو ان بلس ان موان يو ان ايكال 1 سور 2 بلس 1 فوا 2 بلس 2. السؤال الثاني قال لك مونتري كو يو ان اف ان سون ادجاسونت كونكلور. نبداو حنا دقه دقه، عندنا السؤال الاول شنو تيقول لنا، تيقول لنا مونتري كو يو ان بلس ان موا يو ان كتساوي لنا هادشي، حنا نمشيو نحسبوا يو ان بلس ان شحال كتساوي لنا يو ان بلس ان، هي ان سور ان فيما تشوف ان ان عوضوا ان بلس ان، ان بلس ان بلس ان اللي هي ان بلس 2 بلس ان سور ان بلس ان بلس 2 اللي هي ان بلس 3. نبقاو غاديين 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 تنوصلوا لهنا، شنو هو هذا؟ هو ان دابا حنا غنعوضوا هنايا ان بلس ان فو بلاس ان نعوضو ان بلس ان، ياك واخا انا ننقز هنايا باش تفهمني شنو درت معاك، عندنا ان سيغ ان بلس ان فوا ان بلس ان، ياك هنايا بلس، دير انت بحالي بقيت غادي غير نقط هنايا، ولكن علاش درت بحال هكا؟ علاش دابا انا عندي هنايا ان بلس ان، هنا غنعوضو في ان بلس ان، يعني تقول تولي عندنا دو زان بلس دو، دو زان بلس دو، هنايا خصني نكتب دو زان بلس ان، وهنا عاد غنكتب ان سيغ دو زان، تفهمنا؟ هي ان سيغ دو زان بلس 1 سور 2 بلس 1 بلس 1 سور 2 بلس 2 هي هادي، واخا عندنا يو ان كتساوي لنا هادشي، حنا غنديرو يو ان بلس 1 موان يو ان شحال كتساوي لنا، كتساوي لنا هادشي هادشي ها هو ها هو 1 سور وهي المهم هو هذا، نديرو 1 سور بلس 1 بلس 2 بلس 1 سور ان بلس 3 بلس بقاو غاديين 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 حتى 1 سور 2 بلس 2 بلس 1 بلس 1 سور 2 بلس 2 انا كتبتها موان يو ان، انا ما نكتبش يو ان، تفهمنا؟ علاش؟ حيت هي يو ان مكتوبه عندنا هنايا، انت عندنا غتمشي لنا نشوف شنو غيمشي لنا من يو ان، الا ضربنا في موان هنايا ان سيغ ان بلو ان نشوف شحال غيبقى لنا، انت شوف انت المهم نقزو هادي، عندنا غتولي عندنا موان زان سيغ ان بلوس دو، غتمشي لنا هادي مع هادي، وهذا الشيء ان سيغ ان بلوس 3 غتمشي لنا هادي مع هادي، تبقاو غاديين غاديين يمشيو لنا داكشي كامل حتى ان سيغ ان بلوس بلوس دو، يعني هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء غيمشي لنا مع هذا الشيء، هذا الشيء اللي كاين هنا حتى لهنا، ياك؟ عندنا يبقى لنا شنو يبقى لنا، تبقى لنا هادي وتبقى لنا هادي، ولكن هادي راه مضروبه في الموان ما تنساش، حيت انا عندنا موان موان يو ان، يعني غتبقى عندك هي ان سيغ دو زان بلس بلس ان، ها هي بلس ان سيغ دو زان بلس دو موان زان سيغ ان بلس ان. دابا غنوحدو المقامات، شنو هو المقام الواحد هو ان بلس ان دو زان بلس ان دو زان بلس دو، دابا غنشوف كل طرف وفاش ضربناه، هنايا فاش ضربنا ضربنا في هذا في هذا، يعني غنمشيو هنا نديرو دو زان بلس دو فوا ان بلس ان، هنايا عاوتاني فاش ضربنا، ضربنا في ان بلس ان وضربنا في دو زان بلس ان بلس دو زان بلس ان فوا ان بلس ان، ياك موان دو زان بلس دو فوا دو زان بلس ان
شي مزاحم شويه. المهم بعدين عندنا دابا نشرو نخليو هذا ان بلس 1 فوا 2 ان بلس 2 بلس 1 2 ان بلس 2 واخ عندنا هنايا نشرو هو 2 ان بلس 2 ان كاري بلس 2 ان بلس 2 ان بلس 2 بلس 2 ان كاري بلس 2 ان plus n plus 1 ياك موان دابا غنديرو موان 2 موان 4 ان كاري موان موان 4 ان 4 ان ياك دابا غنديرو عاوتاني موان 4 ان انت موان 2 ان كاري موان 2 ان في موان 2 ان هي موان 4 ان كاري عندنا عاوتاني موان 2 ان في 1 هي موان 4 ان لا موان 2 ان مزيان بنادم يعاود موان 2 ان عندنا عاوتاني 2 فوا 2 هي بلوس لا موان موان 2 ان عاوتاني عندنا موان 2 في 1 هي موان 2 واخا دابا غنمشيو نشوف شنو غيمشي لنا مع شنو غيمشي لنا 4 ان مع 4 ان انت شوف عندنا 2 ان كاري بلس 2 ان كاري هي 4 ان كاري موان 4 ان كاري يعني هادي مع هادي مع هادي ياك عندنا عاوتاني بلس 2 ان بلس 2 ان بلس 2 ان بلس 2 ان ها هي بلس 2 ان بلس 2 ان موان 2 ان موان 2 ان ياك عندنا عاوتاني بلس 2 موان 2 صافي وبقات لينا دابا ان بلس 1 يعني غتبقى لنا ان بلس 1 الفوق غتبقى لنا ان بلس 1 صافي هي مشات 2 ان بلس 1 فوا 2 ان بلس 2 صافي هادشي لنا ان بلس 1 مع ان بلس 1 صافي غتبقى لنا غتساوي لنا هداكشي غتساوي لنا هادشي يعني هادشي تنشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ان يمكن لها تكون تساوي 0 ولا مايمكنش لها تكون كتساوي 0 مثلا هنايا عوضنا ب 0 شحال تكون تساوي يعني هادشي سوبيريور ستريكتومون 0 حيت مايمكنش يكون تساوي هادشي كاع 0 واخا ما عرفتش شنو تكون تساوي ديك ان تفهمنا يعني يعني هاد UN را كرواسونت UN اي كرواسونت هادشي غير خرجنا به واخا ما قالوش لنا في التمرين حنا قالوا لنا غير اجبد هذيك انا بغيت من دابا نسنجها تفهمنا غندوزو للسؤال الثاني شنو تقول لنا تقول لنا باللي مونتري كو UN اي VN سون ادجاسونت قلنا باش نبينو راه باللي UN را ادجاس اي VN سون ادجاسونت خص ثلاثه ديال الشروط خص UN تكون كرواسونت VN ديكرواسونت كيل كو سوا N ابارتيان كيلكو سوا ان سوبيريور ايغال ا زيرو اون يو ان انفيريور ايغال ا في ان وعندنا ليميت ديال ان طون فير بلوس لانفين ديال في ان موا يو ان ايغال ا زيرو تفهمنا بينا راه بلي ان كرواسون خصنا نبينو بلي في ان دي كرواسون تفهمنا شنو هو عندنا في ان خصنا نبينو بلي هي دي كرواسون دي كرواسون واخ عندنا شنو خصنا نديرو دابا خصنا باش نبينو بلي دي كرواسون خصنا نمشيو نحسبو في ان بلوس 1 موان في ان وخصنا نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف الا كانت نيجاتيف كنقولوا بلي دي كرواسون كانت بوزيتيف كنقولوا بلي كرواسون تفهمنا دابا شنو خصنا نمشيو نحسبوا بعدا عندنا في ان خصنا نمشيو نحسبوا في ان بلس 1 في ان بلس 1 شحال كتساوي لنا كتساوي لنا في كتساوي لنا يو ان بلس 1 بلس 1 سور ان بلس 1 ياك وعندنا في ان شحال كتساوي لنا هي يو ان بلس 1 سور ان يعني في ان بلس 1 موان في ان شحال تساوي لنا تساوي لنا يو ان بلس 1 ها هو موان في ان اللي هي اللي بلاتي ندير هادي بلس 1 سوغ ان بلس 1 موان في ان يعني غندخل على هادشي الموان هي موان يو ان بلس 1 موان يو ان هي موان يو ان بلس موان 1 سوغ ان انا دخلت ناقص عليهم كاملين اما بغيت ندخل ما ندخلش عليهم ناقص من دابا ندير بلس وندير القوس انا بغيت ندخل من دابا ندخل عليهم ناقص ها انت يو ان بلس 1 موان يو ان يعني دابا انت تمشيو هنايا هادشي غنجيبو هنا يعني في ان بلس 1 موان في ان شحال غتساوي لنا تساوي لنا يو ان بلس 1 موان يو ان انت ما درتش والو ديتها هادي هنايا بلاصه هادي هادي غنديرها هي بلاصه هادي هي ان بلس 1 موان زان سور ان هادي شحال غتساوي لنا يو ان بلس 1 موان يو ان هي 1 سور 2 ان بلس 2 فوا 2 ان بلس 1 ياك بلس غنوحدو المقامات هنا هي ان فوا ان بلس 1 ياك هنا فاش ضربت ضربت في ان يعني غنضرب حتى الفوق ان ياك هنا فاش ضربت في ان بلس 1 ضربت هنا في ان بلس 1 باش نوحد المقام يعني غنضرب موان ونضرب ان بلس 1 عاد تندير القوس باش ما نتقولبش عندي عاوتاني هنا هي 1 سور 2 ان بلس 2 فوا 2 ان بلس 1 بلس
عندي ان موانز ان موانز ان هي موان ان فوق مشات لنا ان مع ان هي ان فوا ان بلس ان. دابا باش نعرفوا هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف خصنا ندرسوا الاشاره ديال هادشي، واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف في نظرك؟ كيفاش غادي نديرها بلا ما نمشي ندرس الاشاره؟ غنمشي غير باللوجيك انايا، غنشوف هادشي واش كبر من هادشي بلا موان، خاصني نشوف هاد البسط هذا هو هاد المقام هذا واش صغر ولا كبر من هاد المقام هذا. لا كان هذا كبر من هذا راه غيكون بوزيتيف، كان هذا صغر من هذا راه نيجاتيف. تفاهمنا؟ دابا باش انت نشوف نقارن ما بين كل حاجه بوحدها باش نعرف راسي شنو كندير. عندي ان بلس ان واش كبر من ان دوزين بلس ان ولا صغر منها؟ انت باينه عندنا دوزين بلس ان وعندنا هنا ان بلس ان، يعني شكون اللي كبير؟ عندنا دوزين بلس ان اللي كبير ياك. غنشوف الثاني عندنا دوزين بلس دو واش كبر من ان ولا صغر منها؟ باينه يعني دوزين بلس دو راه كبر من ان، يعني الضرب ديال هادو راه كبر من الضرب ديال هذا. ولكن هنا كاين المقلوب وهنا كاين عاوتاني المقلوب، حنا عارفين باللي المقلوب كيتقلب لنا الاشاره. الا كانت ا كبر من بي راه ا ان سيغ ا، الا كانت ا كبر من بي راه ان سيغ ا راه صغر من ان سيغ بي. تفاهمنا؟ بحال مثلا عندنا ان سيغ 10 راه صغر من ان سو 5 واخا راه 10 كبر من 5. تفهمنا؟ يعني دابا شنو غيكون هذا الشيء؟ غيكون نيجاتيف. علاش؟ حيت هذا الشيء راه صغر من هذا الشيء، وشي حاجه صغيره ناقص شي حاجه كبيره راه تعطيني شي حاجه اللي نيجاتيف. يعني شنو؟ يعني هذا الفي ان راه اي ديكروسون. صافي دابا حنا الشرط الاول تحقق، يو ان كروسون اي في ان ديكروسون. دابا ملي عندنا بحال الترتيب هذا يو ان كروسون دي في ان دي كروسون، خصنا نبينو بلي ان كلكو سوا ان سوبيريور او ايغال زيرو اون يو ان اصغر من في ان. تفهمنا؟ خصنا نبينو بلي يو ان اصغر من في ان. عاوتاني الشرط الثاني شنو قلنا؟ بلي يو ان كلكو سوا ان سوبيريور او ايغال زيرو يو ان اي انفيريور او ايغال في ان، ياك؟ خصنا نبينو هذا. شنو عندنا؟ عندنا في ان كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا يو ان بلس ان سوغ ان. دابا غنسولك دابا مثلا انت عندك 5 دراهم وصاحبك حتى هو عنده 5 دراهم، ولكن انت عندك زايد عليك شي حاجه. انت مثلا عندك زايد عندك واحد 10 ريال مثلا 10 ريال، شكون اللي عنده الفلوس اكثر؟ واش انت ولا صاحبك؟ غتكون انت، واخا يكون داكشي راه قليل اللي عندك. ها انت عندنا ان سيغ ان، فوقاش هادشي ما يكونش عنده قيمه. لا كان زاد ان طون فيرال بلوس لانفيني، ولكن لا هنا راه باقي عدد، ما كاينش عندنا شي ليميت ولا شي حاجه. يعني شنو؟ يعني في ان راه باش راه في ان راه كبر من يو ان. علاش؟ حيت باش يو ان توصل لفي ان خصنا نزيدو عليها هذا العدد هذا، واخا هو صغير بزاف ولكن راه خصنا نزيدو على هذا. تفهمنا؟ يعني عندنا في ان راه كبر من او يساوي في يو ان. الشرط الثاني تحقق. الشرط الثالث شنو هو؟ هو الليميت ديال ان تونفير بلس لافين ديال في ان موان يو ان ايكال زيرو. عندنا الشرط الثالث شنو هو؟ هو الليميت ديال عندنا الليميت ديال ان تونفير بلس لافين ديال في ان موان يو ان كتساوي لنا المهم يو ان موان في ان ولا في ان موان يو ان، شحال كتساوي لنا؟ انت شنو نديرو من القاعده اللي خدمناها في الاول؟ عندنا في ان ايكالا يو ان بلس ان سيغ ان. لا دينا يو ان هنا غتولي عندنا في ان موان يو ان كتساوي لنا ان سيغ ان، يعني هذه كتساوي لنا الليميت ديال ان تنفير بلس انفيني. غنعوض هادشي بشحال كيساوي؟ كيساوي ان سيغ ان اللي هو ان سيغ ان كيساوي لنا لا تنفير ان بلس انفيني ديال ان كتساوي لنا زيرو، يعني الليميت ديال ان تنفير بلس انفيني ديال في ان موان يو ان كتساوي لنا زيرو. دونك دابا غنستنتجو شنو؟ غنستنتجو راه بلي هاديك يو ان اف في ان سون ادجاسونت. علاش؟ حيت تحققوا لنا هاد الشروط. غتقول لي الشرط الاول تحقق، الشرط الثاني تحقق، الشرط الثالث تحقق. شنو قال لك هو في الاخر ديال السؤال؟ قال لك كونكلور. شنو قلت لك قبيله في الاول ديال التعريف؟ قلت لك ملي كيقول لك كونكلور في شي تمرين ديال لي سويت ادجاسونت، شنو تقول ليه؟ كتقول ليه سي عندنا يو ان اف في ان سون ادجاسونت الوغ ال كونفيرج فيغ لا ميم ليميت اللي هي ال. ما تيقولش لك، ما تيطلبش منك جبد لي هذيك ليميت، حيت ما عندكش شي فكره عليها، ما عندكش حتى شي فكره على هذيك يو ان. ولكن مثلا الا كانت عندك ليميت ديال يو ان وقال لك باللي هذوك لي سويت في ان اي يو ان سون ادجاسونت، كونكلوغي لي ليميت ديال في ان، يعني راه ليميت ديال يو ان راه كتساوي لنا ليميت ديال يو ان. شنو غتقول لي؟ تقول لي راه عندنا ليميت راه لي سويت يو ان اف في ان سون ادجاسونت دونك ال كونفيرج فيغ لا ميم ليميت، وديك الساعه تاخذ ليميت ديال يو ان غتعطي لفي ان. صافي هادشي اللي كاين. المهم الدراري كان هذا هو الدرس ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وكومنت وتابوناو الا كنتو باقي متابونيتوش، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش نعرفوهم وتكبر لا فامي ان شاء الله. علاش لا؟ يلاه الدراري تهلاو ليا فراسكم.